السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم هذا الخبر. أكد رئيس تعرف الفتح هادي العامري خلال استقباله السفير الألماني لدى العراق بيغار الأحد في مكتبه ببغداد أن الإطار الشيعي لن ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي، وذكر بيان لمكتبه أن العامري قال خلال اللقاء قال يجب أن يتحقق الاستقرار السياسي لأن ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين. من جانبه أكد بيغار ألمانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق وستتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون وسيادة العراق مهمة لنا. العامري بدوره أثنى على دور الحكومة الألمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته كما شدد على ضرورة تطور العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الألمانية لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية.